الولايات المتحدة الأمريكية قامت بإقحام قنابل خطيرة للغاية إلى منطقة الشرق الأوسط، وذلك من أجل استهداف أذرع إيران في المنطقة وتحديدا العراق وسوريا. وهذه كلها جاءت بتفاصيل خلال 48 ساعة الماضية في اليومين الماضيين على الوول ستريت جورنال وكذلك على الديفنس ون التي ترونها أمامكم. التفاصيل جاءت ببساطة بأن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بإدخال طائرات الـ A10S Warthog، سرب كامل من هذه الطائرات، 12 طائرة دخلت إلى منطقة الشرق الأوسط، وهذه الطائرات دخلت وهي تحمل قنابل مخترق القبو البنكر باستر. هذه القنابل هي التي قادرة طبعا على ضرب جميع الأهداف والمنشآت والأنفاق التي تقبع تحت الأرض، والتي طبعا تعتمدها إيران كسياسة مهمة للغاية بالنسبة لمفاعلاتها النووية أو حتى الحرس الثوري الإيراني في الداخل السوري وغيرها من المناطق. وقد تعتقد أنت من البداية بأن هذه القنابل الآن دخلت إلى الشرق الأوسط لأول مرة بهذا الإعلان الكبير الذي نتحدث عنه من أجل استهداف المفاعلات النووية مثل مفاعلي أو منشأتي نتنز النووية وحتى منشأتي فوردو بعد رفع تخصيب اليورانيوم من قبل إيران لأكثر من 80% ارتباك في هذه المسألة، لا عودة للاتفاقية النووية. ولكن في حقيقة الأمر ليس كذلك، فالتفاصيل التي نشرتها الوول ستريت جورنال كانت قد أكدت بأن هذه القنابل، قنابل مخترق القبو التي نتحدث عنها التي تحملها هذه الطائرات، هي تزن تقريبا 250 باوند أي تقريبا 113 كيلوغراما أو أكثر بقليل، وهذه تعتبر قنبلة خفيفة للغاية مقارنة بالقنابل التي سمعنا عنها كثيرا مثل الجي بي يو 72 أو حتى الجي بي يو 57. هذه القنابل تصل أوزانها إلى 2200 كيلوغراما مثلا من هذه القنبلة التي نتحدث عنها، 2200 كيلوغراما أو أكثر قليلا بالنسبة للجي بي يو 72 أو حتى بالنسبة للجي بي يو 57. الحديث هنا عن ما يقارب 14,000 كيلوغراما. هذه القنابل هي قادرة على ضرب المنشآت النووية الإيرانية التي تقبع طبعا تحت الأرض بسبب العمق الذي تأتي به، بسبب التحصينات الكبيرة الذي تتمتع به هذه القنابل. وبالتالي القنابل على المستوى العملية التي نتحدث عنها التي دخلت إلى منطقة الشرق الأوسط هي ليست لضرب المفاعلات النووية، ولكن قد تعني بأن هذه القنابل يا إيران اقتربت منك كثيرا، وعليك أن تعلمي بأن قد تكون هنالك أمور غير معلنة جاهزة لضرب هذه المفاعلات النووية. الأمر المهم أن الوول ستريت جورنال أكدت بأن هذه الطائرات وهذه القنابل هي تأتي بشكل مباشر لضرب الأهداف الموجودة في العراق وفي سوريا، وتحديدا الأهداف أو المخابئ الموجودة في هذه المنطقتين. وذكروا بشكل مباشر بأن العراق وبأن سوريا استخدمتا أساسا في مهاجمة القوات الأمريكية من قبل الفصائل المسلحة المقربة من إيران. وعلى هذا الأساس الوصف واضح تماما هو أن هذه الطائرات وهذه القنابل موجهة لتزيد من فاعلية القوات الأمريكية عندما تقوم بردة فعل على الفصائل المسلحة عندما تهاجم القوات الأمريكية. لديها قدرة عالية للغاية وتدميرية على الفصائل المسلحة طبعا. وإذا ما أخذنا على سبيل المثال الحدود العراقية السورية وما ممكن هنا أن تحققه هذه القنابل، لكي ننتبه إلى طبيعة القوة الكبيرة التي تأتي بها هذه طبعا الطائرات التي تحمل هذه القنابل. طبعا أولى هذه الأمور هنا العراق، هنا سوريا بالنسبة لهذه المنطقة التي ترونها، هنا مثلا قاعدة الإمام علي الخاصة بالحرس الثوري الإيراني وبالفصائل المسلحة المقربة من إيران في الداخل السوري مباشرة بعد الحدود العراقية طبعا تأتي تحت الأرض، هي مهددة بهذه القنابل وممكن في أي لحظة أن تدمرها الولايات المتحدة الأمريكية مع هذه القدرات التي أدخلتها. بالإضافة إلى ذلك أن وكالة عين الفرات في 23 من فبراير من هذا العام كانت قد تحدثت أن الفصائل المسلحة بإشراف من الحرس الثوري الإيراني بدأت بعملية حفر نفق في حي التنك في الداخل العراقي إلى جنوب طبعا القائم، يحفرون هذا النفق من هذه المنطقة عبر المعبر الإيراني، وهذا هو المعبر الإيراني مباشرة
مباشرة إلى منطقة الهري، وطبعا حتى المعبر الإيراني هو يعتبر فيه نقاط أو أنفاقا تحت الأرض تستخدمها الفصائل المسلحة، وبالتالي الهدف من النفق هو أن ينقلوا هذه الشاحنات أو الأسلحة أو القيادات من تحت الأرض مباشرة من العراق إلى سوريا، وألا تتعرض إلى أهداف لا من إسرائيل ولا من الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا مناطق مثلا في البوكمال على سبيل المثال، أو أي من المناطق التي تأتي إلى غرب نهر الفرات، أي أنفاق، أي مخابئ، أي أهداف من بنك الأهداف الذي تتمتع به طبعا القيادة المركزية الأمريكية وتمتلك بيانات وقاعدة بيانات كبيرة عنها، هي ستكون تحت المطرقة. فعلى سبيل المثال إذا ما ابتعدنا قليلا على مستوى الداخل السوري فإننا سنجد بأننا أمام نقاط مهمة تستخدمها إيران والفصائل المسلحة، ألا وهي مثلا الميادين على سبيل المثال، أو دير الزور التي تأتي مقابلة وتواجه بشكل مباشر القوات الأمريكية طبعا والقواعد الخاصة بالتحالف الدولي، إن كانت قاعدة حقل العمر النفطي أو حتى قاعدة كونيكو مباشرة أمام دير الزور. بالتالي نحن أمام قوة تدميرية كبيرة تتمتع بها القوات الأمريكية الآن لتوجيه هذه الضربات والطائرات التي طبعا نتحدث عنها، وهذه الطائرات يجب أن ننتبه بحد ذاتها هي تعتبر قوة كبيرة جدا تأتي ضد هذه الأذرع الإيرانية الموجودة في المنطقة. فعلى سبيل المثال كما ترون المدفع الرشاش في مقدمة هذه الطائرة بهذا الشكل، هذا المدفع هو مدفع جاتلينج الذي يأتي من عيار 30 ملم، وهذا طبعا المدفع الرشاش هو ليس بالعادي أبدا، فهو يستطيع من إطلاق 3900 إطلاقة أو طلقة في الدقيقة الواحدة، بمعنى آخر 65 طلقة في الثانية الواحدة. وما هو مثير بهذا الأمر أن هذه الطلقات أو الإطلاقات هي تحتوي على اليورانيوم المنظم، ولك أن تحسب طبيعة الدمار الذي ممكن أن تحققوا هذه الطائرات بحد ذاتها، فما بالك أنهم جمعوا حقيقة أن قنابل البنكر باستر، قنابل مخترق القبو الآن تحملها هذه الطائرات، وقد دخلت إلى منطقة الشرق الأوسط طبعا لأول مرة. البعض قد يتساءل لماذا هذه الطائرات مع هذه القنابل لا تدخل فقط للشرق الأوسط وإنما يذكرون العراق، لماذا العراق جاء في هذه القضية وليست هنالك وليس هنالك أي شيء من الداخل العراقي أو في الداخل العراقي؟ كل الضربات إن كانت بين إسرائيل والفصائل المسلحة أو الولايات المتحدة الأمريكية والفصائل المسلحة كلها في سوريا، لماذا ذكر العراق أولا أساسا في الوول ستريت جورنال في هذه القضية؟ الأمر يعود بأن بحقيقة أن هذه الطائرات أساسا هي لم تدخل يوم أمس أو قبل أسبوع أو قبل حتى أسبوعين، هي دخلت الشهر الماضي في 23 مارس تم الإعلان بأن السرب كامل 12 طائرة من هذه الطائرات الـ A-10s أو A-10s Warthog قد دخلت إلى منطقة الشرق الأوسط، وخاصة بعدما قامت الفصائل المسلحة المقربة من إيران من عملية اغتيال متعاقد أمريكي وجرح عدد من الجنود الأمريكيين طبعا، و كان هنالك لواء أو فصيلا مسلحا اسمه لواء الغالبون كان قد تبنى هذه العملية بطائرة مسيرة تمكنوا من خلالها من جرح الجنود الأمريكيين، والأهم من ذلك هو قتل واغتيال المتعاقد الأمريكي. والمثير بهذا الأمر عندما نقترب من بعض التفاصيل الموجودة هنا فإنك ستلاحظ بأنهم وصفوا الأمور بتوقيت بغداد، ووصفوا الأمور ولن ينعم الأمريكان بالأمن في العراق وخارجه حتى تحقيق الخروج الكامل لقوات الاحتلال الأمريكي من بلدنا. بالتالي هم يتحدثون من وجهة نظر العراق ولا يتحدثون من وجهة نظر سوريا، وخاصة أن قيادات في الفصائل المسلحة في العراق كانت واضحة عندما حدث الهجوم وقتل المتعاقد الأمريكي، قالوا بشكل صريح بأن الهجوم وبأن العراق لم تكن أرضاً لعملية انطلاق هذا الهجوم بالطائرة المسيرة على المتعاقد الأمريكي، بشكل آخر وبصورة أخرى بأن هذا الهجوم كان قادما من سوريا وليس من الأراضي العراقية. ولكن عندما ترى هذا البيان فيبدو بأن الفصيل عراقيا وقد يكون نفذ من داخل الأراضي السورية، ولكن المشكلة الحقيقية بأن العراق جاء قبل سوريا في الوول ستريت جورنال في أوصاف دخول هذه الطائرة وهي تحمل طبعا قنابل مخترق القبو، وهذا قد يشير بشكل غير مباشر بأن الطائرات المسيرة قد تكون انطلقت من الداخل العراقي، ليس هنالك شيئا رسميا، ولكن ذكر العراق قبل سوريا فيه تفاصيل مثيرة للغاية، خاصة وأن مقتل المتعاقد الأمريكي الذي نتحدث عنه الآن هو أساسا قتل في مطار
إرميلان الموجود طبعا في الحسكة بشكل مثير، بعد عملية أيضا دخول شاحنات من الداخل العراقي عبر المعبر الإيراني آنذاك قبل هذه الضربات التي تحدثنا عنها، وجاءت طائرات مسيرة إسرائيلية وضربت هذا الرتل، وبعدها قتل طبعا المتعاقد الأمريكي وجاءت الضربات الكبيرة وغيرها، وبالتالي كل شيء يأتي عبر العراق على المستوى البري وعلى المستوى الجوي. والمشكلة أن إسرائيل مستمرة في ضرب الفصائل المسلحة المقربة من إيران في الداخل السوري بشكل كبير للغاية، كل ما يعبر من الأراضي العراقية برا أو حتى من الجو قادمة من إيران هي دائما هدفا وهدف مهم جدا بالنسبة للإسرائيليين. فعلى سبيل المثال ليلة الجمعة على السبت كنا أمام هذه الضربات التي ترونها أمامك، كانت ضربات عنيفة من سلاح الجو الإسرائيلي على مستودعات ومخازن خاصة بحزب الله اللبناني والفصائل المسلحة الإيرانية، كما تحدثت العديد من المصادر المهمة الموجودة في الداخل السوري. وطبعا كانت قد اعترفت وكالة الأنباء السورية بهذه الضربة واتهمت إسرائيل بشكل مباشر. المرصد السوري لحقوق الإنسان أضاف الكثير من التفاصيل مما جرى من هذا الانفجار، وطبعا الطائرات الإسرائيلية كانت ببساطة قد حلقت تجاه حمص. الضربة التي رأيتمونها قبل قليل هي تتحدث وكانت واضحة بالتفاصيل التي نشرت بأنها استهدفت جنوب حمص تحديدا، والطائرات حلقت بحسب هذه التفاصيل إلى البحر المتوسط بهذا الشكل وبهذا الاتجاه إلى شمال لبنان تقريبا، ووجهت الضربات باتجاه طبعا حمص وعدد من الأهداف الموجودة في هذه المنطقة. وإذا ما حاولنا أن نقترب من هذه النقاط سنلاحظ بأننا أمام عدد من الأهداف التي كانت قد استهدفت من هذه المصادر التي تحدثت. واحدة من النقاط الدفاعية المهمة التي كانت قد تصدت لهذه الضربات الإسرائيلية هي كانت ما يأتي إلى جنوب منطقة يطلق عليها شنشار، هذه المنطقة الجبلية التابعة للجيش العربي السوري. المنظومات الدفاعية الموجودة هنا مثلا وهنا في هذا التل كانت قد تصدت لهذه الضربات بقوة كبيرة، حاولت قدر الإمكان أن تتصدى لما تتصدى إليه، ولكن طبعا إسرائيل وجدت طريقها في توجيه ضربات عنيفة للغاية. والكلام هنا بأن الضربة كانت وضربات استهدفت تحديدا مستودع موجود في مطار الضبعة، طبعا هذا هو هنا منطقة الضبعة وهذا هو مطار الضبعة الذي ترونه والذي ضرب في الفترة الأخيرة بشكل كبير. وأيضا هنا كما تلاحظون هذه هي حمص وهذه هي شنشار، وكانت منطقة نوعا ما إلى شمال شنشار أو قريبة منها أيضا كانت قد تعرضت إلى ضربة مع هذا المستودع الذي تحدثنا عنه والذي دمر بالكامل بحسب التفاصيل التي نشرت من المرصد السوري لحقوق الإنسان. إنتل نيوز العبري كان قد تحدث بأن الضربة التي جاءت بالقرب أو شمال شنشار تحديدا إلى جنوب حمص كانت هي لاستهداف إحدى الأرتال أو شحنات الأسلحة الخاصة بحزب الله اللبناني، بمجرد ما توقفت كانت قد استهدفتها إسرائيل وضربتها بهذا الشكل، ولكن لم تكن واضحة الأمور أين ضربت بالضبط. وكانت هنالك أساسا لقطات لطبيعة هذه الضربة كما لاحظنا في الفيديو الأخير بأن هذه الضربة هي الضربة التي جاءت على الشحنات الخاصة بحزب الله اللبناني، كما نشرت طبعا من تفاصيل في عدد من المواقع ومن ضمنها طبعا انتل نيوز وحتى ما تحدثنا عنه من المرصد السوري لحقوق الإنسان. إذا ما حاولنا أن نأخذ بعض اللقطات من هذه الصور الغير واضحة لكي نحدد هذا الموقع إلى جنوب حمص أين يأتي بالضبط، سنلاحظ بأننا أولا أمام هذا البرج الذي يبدو قريبا من الانفجار، كذلك ستلاحظ بأن إلى جانبه وهي مسألة مهمة هذه اللافتة الكبيرة التي تأتي هنا كما تلاحظون، سنأخذ صورة أخرى لها من التصوير كانت واضحة. هذه هي الصورة كما تلاحظ لافتة كبيرة مميزة للغاية، يأتي الانفجار بعدها بهذا الاتجاه، وأيضا ظهرت هذه العلامة الأخرى المميزة بجانب هذه اللافتة الكبيرة، وبالتالي الانفجار من هنا. وأيضا ظهر بعد ذلك لقطة من التصوير تلاحظ فيها الأشجار بهذا الشكل، بعض هذه الأشجار تأتي بهذا الشكل المميز، والانفجار يأتي قريبا جدا مجاورا لهذه الأشجار تحديدا التي ترونها هنا. وبالتالي نحن أمام عدد من العلامات المهمة، إذا ما اقتربنا بالقمر الصناعية الآن
من هذه المنطقة لكي نفهم خطورة هذا الموقف وما هي تداعياته أساسا على منطقة الشرق الأوسط. ستلاحظ بأنك أساسا أمام هذه المنطقة شنشار إذا ما اتجهنا وحاولنا أن نبحث عن مثل هذه العلامات التي تأتي طبعا إلى جنوب حمص إلى شمال شنشار، ستلاحظ بأن المنطقة التي نتحدث عنها تأتي في هذه النقطة تقريبا. لنذهب ونقترب من هذه العلامات إذا ما حاولنا أن نجدها طبعا لكي نفهم أين كانت هذه الضربة. ستجد بالاقتراب من هذه العلامات بأننا أمام هذه النقاط نفسها التي تحدثنا عنها من الظل، هذا هو البرج وهذه هي الإشارة أو اللافتة الكبيرة وهذه هي العلامة الصغيرة التي تحدثنا عنها وهذا هو الطريق، ويعني بأن التصوير كان قد جاء من كل هذه المناطق وشاهد كل شيء وأن الانفجار يأتي إلى الشمال تقريبا. لنأخذ صورة أوضح إلى اليمين من هذه المنطقة لكي نفهم أين كانت تتوقف هذه الشاحنات. تبدو بأن المنطقة هناك إذا ما سرنا مع الطريق قليلا لكي نجد أين هي الأشجار التي تحدثنا عنها وتعطينا تأكيدا أفضلا عن هذه المنطقة، فأنت ستلاحظ هذه الأشجار وهذه الأشجار الأخرى التي تأتي بهذا الشكل. إذا ما اقتربنا منها قليلا فأنت فعلا أمام هذه الأشجار، هي نفسها التي ظهرت في هذا الموقع رغم الظلام لكنها تبدو واضحة بالنسبة لنا وتبدو واضحة بأن هذا هو الموقع الذي قد ضرب تحديدا، وتبدو بأن المنطقة أو الشاحنات التي تم الحديث عنها كانت تقف هنا في هذه المنطقة، وبالتالي هذه ضربة كبيرة ليست بالعادية، جاءت أيضا بعد شحنات إيرانية عبر الأجواء العراقية من قبل أساسا الياس إير الإيرانية، وحتى أنها مسجلة كأنتونوف طائرات الشحن الخاصة بالحرس الثوري الإيراني من 25 أبريل، كانت قد حلقت لاحظ من طهران عبر الأجواء العراقية إلى حلب على سبيل المثال التي ترونها هنا، وهذا هو التسجيل الخاص لنفس الطائرة في 25 أبريل. بما يتعلق بحمص فكانت هذه الطائرة التي ترونها في اليوم التالي مباشرة في 26 أبريل، ستلاحظ بأن حمص هنا وإلى جنوبها هذه الطائرة تحلق، الطائرة طبعا كانت لها لقطة أخرى من جنوب حمص وهي تحلق بهذا الشكل بحسب الفلايت ريدار 24، وهذا هو التسجيل الخاص بها 26 أبريل. حتى في 27 أبريل كنا أمام أيضا طائرة أخرى تحلق من إيران عبر الأجواء العراقية للشحنة الإيرانية، وبحسب الفلايت ريدار 24 مرة أخرى أنت أمام 27 الثامن ليلة 28 على 29 جاءت هذه الضربات التي نتحدث عنها. بالتالي الأمر ليس عاديا أبدا، وما هو مثير بأن إيران تتعرض أيضا إلى الضغط الداخلي من أطراف لا يعرفون إن كانت هي معارضة إن كانت هي إسرائيل. هذا الموقع وهذا الحساب ألف كان قد انفرد بتفاصيل خطيرة جدا لموقع حساس للغاية في جنوب طهران، كان قد انفجر فجأة ولم يعرف أحد ما الذي يجري، ونشر طبعا الإحداثيات الخاصة بهذا الموقع هنا، وإذا ما ذهبنا بالقمر الصناعي للتأكد من هذه الإحداثيات عن الموقع الذي يتحدث عنه وتتحدث عنه هذه الصفحة المختصة بشؤون إيران، هذه هي طهران إلى الجنوب منها الموقع الذي أشار له ألف، وهذا الموقع قال بأنه انفجر ولم يكتفي بهذا الخبر فقط أو بهذه الإحداثيات وإنما نشر لقطات حصرية للانفجار الذي نتحدث عنه الذي يأتي في العمق الإيراني يوم أمس صدق أو لا تصدق مع كل الأحداث التي نتحدث عنها، وفي نفس الوقت نشر صورا لقوات إيرانية موجودة وهي تحاصر هذه المنطقة تطوقها وتلقي نظرة على طبيعة الانفجار، وهذه صورة أخرى توضح فيها السيارة أو العربة الخاصة بالحرس الثوري الإيراني، وإذا ما اقتربت هنا من هذه العربة ستجد بأنها قوات ثار الله، وهذا يوضح بأن هذا الموقع الذي انفجر ليس بالموقع العادي في الداخل الإيراني، الضغط كبير جدا بين هذه الأطراف والشد عالي للغاية إلى درجة إن إيران تحديدا بدأت تضغط على المستوى الدبلوماسي لإخراج الولايات المتحدة الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط بدءا من العراق تحديدا، فكانت هنالك زيارة مهمة للغاية لرئيس الجمهورية العراقية سيد عبد اللطيف طبعا رئيس الجمهورية العراقي الذي كان قد تواجد في الداخل الإيراني طبعا، وطبعا رئيس الجمهورية التقى بالمرشد الأعلى الإيراني بهذه الطريقة، المرشد الأعلى الإيراني كان قد وضح له بحسب ما نشرته وكالة رويترز بهذا الشكل، وضحت بطريقة واضحة بأن عبد اللطيف رشيد كان قد التقى بالمرشد الأعلى، وببساطة بأن المرشد الأعلى الإيراني أبلغه بشكل واضح بأنكم يجب أن تخرجون الأمريكيين من الداخل
العراقي، وبأنه يجب أن لا يبقى حتى جنديا أمريكيا واحدا في الداخل العراقي، لأن الأمريكيون ليس أصدقائكم أيها العراقيون. وأيضا وضح هذا الأمر بشكل واضح المرشد الأعلى في تغريدة واضحة، وقال بأن حتى وجود أمريكي واحد في العراق هو كثير أيضا. وطبعا هذه القضية تزداد صعوبة، خاصة وأننا كنا أمام أنباء في 48 ساعة الماضية من الحرس الثوري الإيراني، وهو يقوم بإنزال على إحدى ناقلات النفط الأمريكية بهذا الشكل، وقاموا بضبطها وهي تحاول أن تتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ضبطوها طبعا، أزعج هذا الأمر الأمريكيون، وقاموا بالإعلان مباشرة بأن قبل 5 أيام من هذا الحادث بأنهم أيضا ضبطوا ناقلة نفط إيرانية تخالف القانون. وبالتالي أنت أمام شد كبير يمينا وشمالا لا يصدقه أحد، ويوضح بأن الأمور في الشرق الأوسط لم تهدأ وقد لا تعرف التهدئة رغم كل تقارب وجهات النظر الذي شهدناه في الفترة الأخيرة بين دول منطقة الشرق الأوسط.